أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تشغلنا عنك بشاغل، ولا تحل بيننا وبينك بحائل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من المقدمات الأولى ومن ترجمة الإمام أبي شجاع الأصفهاني ومن ترجمة الخطيب الشربيني، ونقرأ ترجمة الشيخ سليمان البجيرمي. بعضهم يقول سليمان البجيرمي، لكن احنا اللي حفظناه من مشايخنا البجيرمي على طول كده. ها هتقول البجيرمي؟ طيب. قال: وهو مولود الشيخ سليمان البجيرمي سنة 31 و1100، ومتوفى سنة 21 و2000 و200 و1000. ولد يعني عاش 90 سنة. ولد سنة 31 و1100 وتوفي سنة 21 و200 و1000. سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي فقيه مصري، هذا من كتابة من كتاب الأعلام للزركلي. فقيه مصري، ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر، وقدم القاهرة صغيرا فتعلم في الأزهر ودرس وكف بصره. له التجريد 4 مجلدات 4 أجزاء، وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية، وتحفة الحبيب حاشية على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 4 أجزاء أيضا. وتوفي في قرية مصطية بالقرب من بجيرم، لكن احنا عايزين في الموسوعة برضو اللي هي ويكيبيديا أتت بأشياء أوسع شوي. قال سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي الأزهري الكامل، الميلاد ولد سنة 31 و100 و1000 من بجيرم بقرية بجيرم من قرى المحافظة الغربية بمصر، وتوفي سنة 21 و200 و1000، وهو في قرية مصطية بالقرب من بجيرم، شافعي المذهب المذهب الفقهي، من أشعاري من أهل السنة والجماعة والعقيدة. له ينتمي إلى مصر، له التجريد لنفع العبيد تحفة الحبيب على مؤلفاته شرح الخطيب. طيب. ولد في بجيرم قرية من قرى محافظة الغربية بمصر سنة 31 و1100 و1000،
وحضر إلى القاهرة صغيرا دون البلوغ، ورباه قريبه الشيخ موسى البجرمي، فتعلم في الأزهر وحفظ القرآن، وفقد بصره في آخر عمره ينتهي نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدي، وينتهي نسب الشيخ جمعة إلى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ابن سيدنا الإمام علي، يعني هو منسب كده. حضر البجرمي من على الشيخ العشماوي في الصحيحين وأبي داود والترمذي والشفاء والمواهب على الشيخ العشماوي، وشرح المنهج للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وشرحي المنهاج لكل من شمس الدين الرملي وابن حجر، وحضر دروس الشيخ الحفني وأجازه الملوي والجوهري والمدابغي، وأخذ عن المصطفى الدياربي وغيره، وحضر أيضا دروس الشيخ علي الصعيدي العدوي والسيد البليدي، وشارك كثيرا من أشياء من الأشياخ كالشيخ عطية الأجهوري وغيره. المشاركة يعني الاشتراك هما الاثنين. له حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية بعنوان التجريد لنفع العبيد، وهو 4 أجزاء، وحاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 4 أجزاء أيضا. قال عنه الجبرتي في تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: الشيخ الفقيه المحدث، خاتمة المحققين وعمدة المدققين، بقية السلف وعمدة الخلف، وكان إنسانا حسنا حميد الأخلاق، منجمعا أي مبتعدا عن مخالطة الناس، مقبلا على شأنه وقد انتفع به أناس كثيرون، وكف بصره سنينا وعمر وتجاوز 100 سنة، لا هو 90 سنة، سنه 90 سنة. سافر قبل وفاته إلى مصطية بالقرب من بجرم بمحافظة الغربية، وتوفي بها ليلة 12 رمضان سنة 2021. ودفن هناك. المصادر للترجمة: عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي، الأعلام للزريكلي، حلية البشر في تاريخ القرن 13 لعبد الرزاق البيطار، الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك. وبهذا نكون قد انتهينا من التراجم. كده تراجم الأئمة الثلاثة اللي احنا هنشرح كتابهم إن شاء الله تعالى. أول حاجة هنبتدئها قبل ما نقرأ في الكتاب: مبادئ العلوم والفنون. قال في الدر في رد المحتار شرح الدر المختار: مبادئ كل علم. قوله في المتن في رد المحتار قوله: ويعرف موضوعه، أي ويعرف موضوعه، موضوع العلم. اعلم أن مبادئ كل علم 10، نظمها ابن ذكري في تحصيل المقاصد. يبقى في كتاب اسمه تحصيل المقاصد لابن ذكري. فقال: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على المراد: الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة. طيب، فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على المراد، مبادئ كل علم 10، إن مبادئ كما سيأتي عن حاشية الباجوري بعد ذلك: الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة. قال في حاشية الباجوري: إن مبادئ كل فن، حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. حافظين الحاجات دي؟ طيب، من كتاب برضو الحكم الشرعي لفضيلة مولانا الشيخ الدكتور شيخ الإسلام مفتي الديار المصرية الدكتور نور الدين علي جمعة ابن محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا،
وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيما فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدرس جميعها انتصر. طيب هنقول المبادئ العشرة بالنسبة لعلم الفقه، كل علم فيه المبادئ العشرة دي أو 11 كمان، لأن الشيخ هنا في حاشية فتوحات الوهاب للشيخ سليمان الجمل ها كتب مبادئ علم الفقه، فكل العلوم لها المبادئ دي، لازم الواحد يعرفها لما يكون هيشتغل في علم معين. فاحنا هنقول مبادئ علم الفقه من حاشية الجمل على شرح المنهج المسماه فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري. فالشيخ زكريا اختصر منهج الطالبين في منهج الطلاب وشرحه هو وحش عليه الشيخ سليمان الجمل. طيب الفقه أولا قوله وهو لغة الفهم وهو إرسام صورة ما في الخارج في الذهن. الفقه لغة الفهم، قالوا مطلق الفهم، حد بيدرس أصول هنا، وقالوا الفهم الدقيق، وقالوا فهم مراد المتكلم. الراجح مطلق الفهم، ها، لأن الراجح موافق لإياء ألفاظ القرآن. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قول يفقهون حديث، خلاص. فالفهم يبقى إيه؟ الفقه هو مطلق الفهم، خلاص. وهو إرسام صورة ما في الخارج في الذهن، وقوع أي حصول صورة اللي في الخارج في الذهن. وقيل المراد به إدراك الشيء، والإدراك برضو أيضا معناه حصول صورة الشيء في الذهن. وقيل هيئة للنفس تتحقق بها معاني ما يحس. انتهى من حاشية المغني للجلال السيوطي، انتهى من علي الشبرملوسي. قوله هو لغة الفهم، أيضا قال النووي يقال فقه يفقه فقه يفقه فقها كفرح، فقه يفقه فقها كفرح، يفرح فرحا. في حاجة اسمها أفعال السجايا، حد عارف أي حاجة؟ طيب أفعال السجايا هو الفعل اللي يكون ياخد ثلاث درجات، وسطه يكسر ويفتح ويضم، مثل فقه هذه. فقه أي شرع في الفقه، فقه سبق غيره في الفقه، خلاص. فقه أي صار الفقه له طبيعة وسجية وملكة، وعشان كده سموها أفعال إيه السجايا، بقت طبيعة كده عنده فقه. فالاسم من الأولين فقه وفقه فاقه، والاسم من فقها فقيه مجتهد عالم، ماشي. يقال فقها يفقه فقها كفرح يفرح فرحا. وقيل فقها بسكون القاف، وقضيته أن ذلك مع فتح الفاء ولا مانع منه. وقال ابن القطاع وغيره فقها بالكسر إذا فهم، وفقها بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم. انتهى من حاشية الملوي. قال واصطلاحا الفقه اصطلاحا، يبقى أفعال السجايا دي زي كارما، ها كارما يعني تدرب على الكرم، كارما سبق غيره في الكرم، كارما صار الكرم له طبيعة وسجية، خلاص. شجع ابتدى يتدرب على الشجاعة، شجع أصبح أشجع من غيره، ها شجع صار الشجاعة له طبيعة وسجية وملكة. احفظ الثلاث كلمات دول لأنهم معنهم واحد متقارب جدا. قوله واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها المكتسب من أدلتها التفصيلية. ذكر المصنف من مبادئ هذا العلم خمسة، حده وموضوعه واستمداده وفائدته واسمه، وقد أوصله السيوطي في بعض مؤلفاته إلى 11. فقال طيب الأول هنذكر الخمسة.
قال في شرح المنهج: فهذا مختصر في الفقه، ده متن المنهج. قال: فهذا المؤلف الحاضر ذهنا في شيخ في ذهن الشيخ زكريا الأنصاري مختصر من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى، تقليل اللفظ وتكثير المعنى، ماشي. وإنما الكلام يختصر ليحفظ، ويبسط ليفهم، ماشي. تحفظين الحاجات دي ولا ايه؟ ها؟ لو حافظينها طيب ماشي، اصل مش شايف حد بيكتب يا جماعه. لا، اشياء الفوائد دي ربنا بيلهمنا يعني. طيب يا رب يا اخوي اجعلنا كذلك، خلاص. واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، وموضوعه افعال المكلفين من حيث عروض الاحكام لها، واستمداده من الكتاب والسنه والاجماع والقياس وسائر الادله المعروفه، وفائدته امتثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، المحصلان للفوائد الدنيويه والاخرويه. دول خمس أشياء ذكرها الإمام في المتن أو في الشرح، في الشرح الشيخ الفتوحات يعني، شرح الشيخ زكريا يعني. قال: هو لغة الفهم. يبقى أول حاجة قال في الحاشية: هو لغة الفهم، وهو إرسام صورة ما في الخارج في الذهن، وقيل المراد به إدراك الشيء، وقيل هيئة للنفس تتحقق بها معاني ما يحس ما يحس. انتهى من حاشية المغني للجلال السيوطي، انتهى من الشيخ علي الشبراملوسي. قوله هو لغة الفهم، أيضا قال النووي: يقال فقه يفقه فقها، كفرح يفرح فرحا، وقيل فقها بسكون القاف، وقضيته أن ذلك من فتح الفاء، مع أن ذلك مع فتح الفاء ولا مانع منه. وقال ابن القطاع وغيره: فقه بالكسر إذا فهم، وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم. انتهى من حاشية الملوي. قوله واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. واصطلاحا العلم بالأحكام، ذكر المصنف من مبادئ هذا العلم خمسة. طيب الأول نقول التعريف، حافظين الاصطلاح؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. يقابل العلم إيه؟ أربعة مراحل أخرى. ها؟ إدراك غير جازم يبقى ظن، إدراك الطرف الراجح يبقى ظن، أو التردد بين شيء يبقى اسمه شك، أو إدراك الطرف المرجوح يبقى اسمه وهم، أو عدم الإدراك خالص يبقى اسمه جهل بسيط، أو الإدراك على غير ما هو في الواقع يبقى جهل مركب، ماشي. يبقى ايه الادراك جازم؟ يبقى العلم ده ادراك جازم. فاذا اطلقت كلمه العلم مراد بها الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، احفظ كده. ها، مش مقصود ان في شك خالص، ده قطع عقيده. العقيده والايمان والادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل والمعرفه والتقوى، بمعنى الخمسه بمعنى واحد مترادفات، خلاص، كما ذكر ذلك بعض الحواشي يعني. انا بدي نقول لكم الحواشي. فالإدراك إما جازم وغير جازم. الجازم ده هو ده الإدراك الجازم. طيب غير الجازم ينقسم إلى أربعة أقسام أخرى، وهو إيه؟ إدراك الظن، وهو إدراك الطرف الراجح، والشك وهو التساوي بين الطرفين، والوهم وهو إدراك الطرف المرجوح، وبعد كده إدراك الشيء على غير حقيقته، وده الجهل المركب. أما عدم الإدراك خالص ده يسمى جهل بسيط. قال حكيم قال حمار الحكيم يوما، قال حمار الحكيم توما: ها، لو أنصف الظهر لكنت أركب. الحمار هو اللي يركب. ها، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، ماشي. ربنا حفظ. ده اليومين دول. طيب يبقى ده تقسيم إدراك، وبعدين جازم مطابق للواقع عشان نخرج ايه المخالف للواقع اللي هو الجهل المركب والجهل البسيط، خلاص، مطابق عن دليل، يبقى ده عشان علم. اما ما كان عن غير دليل اسمه تقليد، خلاص. والتقليد ليس حراما، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما انت مجتهد يحرم عليك التقليد، او انك مقلد يجب عليك انك انت تسأل اهل الفقه، اهل ايه
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر المصنف الأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية خلاص، العملية خرجت به الأحكام الاعتقادية خلاص، المكتسب ذلك العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، خرج منها الإيه الأدلة التفصيلية اللي هو من الأدلة التفصيلية خرج منها التقليد ماشي. وموضوعه دي بقى أول حاجة تعريف العلم، وكما ذكر أن الشيخ ذكر خمسة أشياء، ذكر مصنف من مبادئ هذا العلم خمسة، حده وهو التعريف ده العلم بالأحكام الشرعية العملية، وموضوعه قال وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها. ده الموضوع بتاع إيه حكم الفقه، علم الفقه، أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها. وقد يدخل غير مكلفين في ذلك ماشي، كما يترتب الضمانات على البهائم والأنعام والصبي الصغير الغير مكلف، صبي صغير أتلف شيئا فترتب عليه الضمان، الضمان في إيه؟ في حق من يقوم على مال الصبي، دابة أتلفت سيارة يبقى على صاحب الدابة يضمن التلف ده، فإن رغم أنه إيه لكن الغالب أنه متعلق بأفعال المكلفين. وأيضا في هذه الصور اللي هي بتبقى أحكام وضعية ها بترجع لأحكام إيه شرعية، فبعض العلماء هو بيعرفوا الأحكام ما أدخلوش فيها الأحكام الوضعية، عارفين الأحكام الوضعية؟ ها؟ أحكام الوضعية يا جدع أنت في الفقه في أصول الفقه ها؟ السببية والشرطية والمنعية والصحة والبطلان وكون الشيء صحيحا وكونه باطلا. فبعضهم قال هذه يعني أسقطها ابن الحاجب ها، وقال يعني المهم بعض العلماء أسقطوها وقالوا إن ما تحطش وضعية، ليه؟ لأنها بتنتهي في الآخر إلى أحكام شرعية، فترجع للمكلف القائم على مال ذلك الولد الصغير الذي إيه أتلف الشيء أو الدابة التي أتلفت الشيء، فده تعلقه بأفعال المكلفين إن هو إيه قلنا. يبقى التعريف الثاني يبقى ذكرنا الحد والموضوع أفعال المكلفين من حيثية معينة خلاص. قال الإمام زكريا الشيخ زكريا شيخ الإسلام أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام أي الشرعية لها، مش أفعال المكلفين من حيثية معينة وهي عروض الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. واستمداده اللي هو الأمر الثالث من القرآن من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة سواء المختلف فيها أو المجمع عليه، لأنه بيتكلم عن الفقه عموما سواء عند الأحناف أو عند أي حد. والأمر الرابع فائدته ها امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية ها والأخروية. إن هو ده العلماء حتى أهل التصوف لما كانوا قالوا حدثنا بما يرقق قلوبنا، فقعد يحدثهم في البيوع، قال نقول حدثنا فيما يرقق قلوبنا، قال ما هذا هو الحق أنك أنت تعلم كيف تعبد الله تعالى وتتقي معصيته وتجتنب معصيته وأنك تحقق مراد الله تعالى في طاعته، فده الفقه أصلا وهو اللي عليه مدار. قلنا الأحكام في كل الأحكام عليها كل شيء له في الكون حكم فقهي، علمه من علمه وجاهله من جهله. طيب واستمداد فائدته قلنا ايه استمداده من القرآن والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة، وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. واسمه قلنا ان اسمه علم الفقه، وقد أوصلها السيوطي في بعض مؤلفاته إلى 11، فقال السادس واضعه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأول من صنف فيه أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. واضع علم الفقه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، بل هو واضع كل العلوم حتى بعض العلوم اللغوية، اللغة سابقة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هو أتى بأشياء أظهرها لم تكن موجودة في عصرهم
مما استعجبوه واستغربوه، وهو من أصل اللغة القديمة العربية يعني. وهو وضع كل العلوم، وضعها بأنه خد بالك احفظ القاعدة اللي بقول لك دي عليه، وضعها بمعنى إيه؟ وضع أسسها ولم يتكلم في فروعها إلى منتهاها، خلاص. فهو وضع الفقه كده، فبنقيس على الفقه اللي هو قاله عليه الصلاة والسلام القياس. وضع أصول الفقه، وضع أصول الفقه عليه الصلاة والسلام، تكلم عن قواعد أصولية أو أشار إليها، فأسس علم الأصول. وبعدين جمعوا العلماء بعد كده، جاء الإمام الشافعي رحمه جمع الأصول الموجودة عند الصحابة واللي أخذها من الأحاديث ومن القرآن، وعالم عمل علم أصول الفقه. فإيه هو منشئ علم أصول الفقه؟ أي جامعه، ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واضع أساس كل العلوم، الأصول الفقه وقاعد الفقه وكل حاجة واضعه هو النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من صنف فيه أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السابع ليه؟ لأن الإمام أبو حنيفة هو اللي جمع مسائل كثيرة، ها، فكان أول من أسس صنف فيه أي في الفقه. الأصل السابع، المسألة السابعة، حكمه وهو الوجوب العيني على كل مكلف بقدر ما يعرف تصحيح عبادته، فإن زاد على ذلك صار واجبا كفائيا إلى بلوغ درجة الإفتاء، فإن زاد عن ذلك إلى أن بلغ درجة الاجتهاد صار مندوبا. طيب، حكمه حكم تعلم الفقه، ها، فرض عين على المكلف. يقول الإمام النووي في المجموع، ها، يعني معنى القاعدة، الإمام النووي وضع قاعدة: كل ما تعين على المكلف فعله تعين عليه علمه. كل ما تعين على المكلف فعله، مفروض عليك الصلاة، ها، يبقى مفروض عليك علم الصلاة، علم الصلاة فرض عين عليك، خلاص. وكل ما كان بقى من لم يتعين بمعنى الفرض الكفائي هيبقى ايه؟ سنة في حق الناس، ماشي. فمستنبط من كلام الإمام النووي وغيره من العلماء أن العلم يأخذ حكم العمل، علم فرض عين يبقى حكمه حكم العلم بتاع ده، عمل فرض عين يبقى علمه فرض عين، عمل فرض كفاية يبقى علمه فرض كفاية، عمل مندوب يبقى علمه مندوب، وهكذا. وبعدين تدخل بقى في أنواع العلوم المباحات. العلوم المندوبة هي التوسع في العلوم الشرعية، زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، حشرة بجرمي، وإن كان فيها أصول الأحكام لكنها تأتي لفروع فروع الأحكام، ماشي. السابع حكمه وهو الوجوب العيني على كل مكلف بقدر ما يعرف تصحيح عباداته، ماشي. فإن زاد على ذلك عن ذلك صار واجبا كفائيا إلى بلوغ رتبة درجة الإفتاء، فإن زاد عن ذلك إلى أن بلغ درجة الاجتهاد صار مندوبا. لا، الاجتهاد فرض كفاية برضو، كون وجود مجتهدين في الأمة ده فرض كفاية. الثامن مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها، كقولنا فروض الوضوء عند الإمام الشافعي ستة أشياء. الله الله الله. المسائل دي بتدخل في الأمور القواعد المنطقية، عارفين حضرتك منطق الشكل الأول قياسي، ها. طيب نشرحها، حاضر، بسيطة كده. مسائله وقضاياه، مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها، كقولنا فروض الوضوء عند الإمام الشافعي ستة أشياء. طيب يعني إيه المثال وإيه المحمول والموضوع؟ الشكل الأول القياسي المنطقي ده موجود، يكاد يكون موجود في جميع الفقه وجميع العلوم، أي مسألة فيها مبتدأ وخبر يبقى موضوع ومحمول، ماشي. محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، ها، موضوع محموله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع. ويتكون الشكل الأول من قضيتين منطقيتين، الأولى قضية صغرى والثانية قضية كبرى. طيب القضية الكبرى كلية، مدد يا رب. القضية الصغرى اللي هي المقدمة، ها، دي قضية صغرى فيها إيه؟ محمول وموضوع. هذه لها 16 حالة
في القضية الحملية دي لها 16 حالة. في حالة واحدة اللي بيستخدمها العلماء اللي هي الشكل الأول. ها؟ والشكل الأول ده نتيجته قطعية، بتبقى قطعية عند العقلاء، لأن المنطق ده علم قطعي، إيه بيشتغل في القطعيات. ما سوى ذلك بقى ارمي بعد كده خلاص. فالقضية أن فيه قضية صغرى وقضية كبرى، والقضية الصغرى فيها موضوع ومحمول على ذلك الموضوع، والقضية الكبرى أيضا موضوع ومحمول، والمحمول بتاع القضية محمول على موضوع القضية الثانية. ها، ونديها مثال من التوحيد كده. يشترط في القضية الأولى أن تكون موجبة ما فيهاش نفي، يعني تقول، يعني لو قلت فيها عشان تصح وتبقى قطعية ما تقولش إيه محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب، يبقى ما تنفعش. ها، ليه ما تنفعش تبقى قضية نتيجتها قطعية، لكن تقول محمد صادق ماشي نتيجتها تبقى قطعية كده خلاص. مثلا يقول إيه، والقضية الثانية الكبرى يجب أن تكون ها كلية خلاص. العالم حادث، العالم موضوع وحادث محمول عليه، وكل حادث يحتاج إلى محدث. دي قضية كبرى كلية هي، والعالم حادث موجبة، تطلع النتيجة إيه، العالم يحتاج إلى محدث. فهمت كده؟ بسيطة الحمد لله. فده هنا بيقول لك إيه، إن إيه مسائل علم الفقه يعني، وهي قضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها في الشكل المنطقي الأول. كقولنا فروض الوضوء عند الإمام الشافعي 6 أشياء، أو فروض الوضوء عند الإمام الشافعي دي كلها الموضوع بتاع القضية دي، والستة أشياء ده المحمول خلاص. الأمر التاسع فضله على غيره من العلوم، فهو أفضلها لأن به يعرف الحلال والحرام والصحيح والفاسد وغيرها من بقية الأحكام. كل واحد لما بيتكلم في علم بيقول ده أفضل العلوم. ها، زي ما قلنا أن علم التوحيد أفضل لأنه إيه متعلق بذات الله تعالى. ها، والعلم يشرف بشرف المتعلق به خلاص. فهنا الإمام السيوطي وهو بيكتب، كل واحد بيكتب في علم بيكتب إيه على حسب ما يقول. التاسع فضله على غيره من العلوم فهو أفضلها، أي أفضل العلوم الفقه، لأن به يعرف الحلال والحرام والصحيح والفاسد من العقود وغيرها من بقية الأحكام. العاشر نسبته إلى غيره لأنه من العلوم الشرعية، وأنه يعصم المكلف من الخطأ في فعله. العاصم طبعا هو الله، لكن العاشر نسبته إلى غيره أي من العلوم لأنه من العلوم الشرعية، وأنه يعصم المكلف من الخطأ في فعله. كلما راقبت الله واستمررت في طاعته واجتنبت معاصيه، وده ناتج عن إيه، عن العلم، هتبقى قريب منه، وأنك تتقي النار وتبقى من أهل التقوى خلاص، تبعد عن معصية الله وتلتزم بطاعة الله. ده بيحصل إزاي؟ بأنك تعلم إيه المعصية عشان اجتنبها، وإيه الطاعة عشان أأتيها، سواء كانت مندوبة أو واجبة، والمعصية سواء كانت إيه مكروهة أو محرمة. ها، فأتقي إيه الله فيقرب إلى الخطأ في الفعل. طيب إيه الخطأ في الفعل ده؟ هو في حد معصوم؟ أنه يعصم المكلف ها عن الخطأ، يعصم المكلف طبعا، يعصم المكلف، لا طبعا، هي يعصم المكلف عن الخطأ في الفعل، إن هذا العلم يعصم المكلف عن الخطأ في الفعل. طب وفي حد معصوم؟ لا مش معصوم، لكن هناك من الأولياء من إذا أقسمت على الله تعالى أنه لم يعصي الله قط في حياته كنت برا بقسمك، ولا يجب عليك كفارة يمين. سئل ابن عجيب الحسني أتذكر معصية؟ فقعد يفكر كده، ما أذكر معصية، أذكر إن أنا مرة وأنا أسير في الطريق دست على قمحة، بس ده اللي فكره. في أولية كده حاجات عجيبة يعني خلاص. الحادي عشر غايته هو الفوز بسعادة الدارين انتهى، وهذا الأخير أشار له الشارح بقوله المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. فعلى هذا يكون في الشرح 6 من الأحد عشر.
من الأحد عشر. الفوز إيه؟ غايته الفوز بإيه؟ بالسعادة الدارين. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل الله وسلم محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من المقدمات ونبتدئ نشرح في الكتاب بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه. الكتاب له أسماء كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطيئة والخطل والخلل والزلل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وعصمنا يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة وفي الليل والنهار وفي كل وقت وحين، وفي دار وقت وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه وعصمته وحفظه في شرح حاشية البجرمي على الخطيب البغدادي. اسم الكتاب أولا له أسماء كثيرة، منها الخطيب الشربين. ها؟ كله لازم كتاب. بس لا، بس أنا عارف الشربيني هو اللي وقع في ذهني، لأن أنا بشرح مولين المحتاج الناحية الثانية. حاشية البجرمي على الخطيب، حاشية خاتمة المحققين وعمدة الآئمة المدققين الشيخ سليمان البجرمي المسمى بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف. شرح الخطيب ده المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب الموجود بالهامش، قدس الله روحهم ونور ضريحهم، آمين. قال: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا ده حديث، وأنه حديث صحيح، وأنه إيه له كمالة. ومراد الخير هنا مطلق الخير وأكمله أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في المتن وفي بداية الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد. فيقول العبد الفقير منكسر الخاطر لقلة العمل والتقوى عثمان بن العلامة شيخ الدين بن العلامة الشيخ سليمان السويفي الشافعي. هذا هو المقدم الذي قرأ حاشية البجرمي ونسقها، يعني هو من أخلص تلامذة المؤلف اللي هو الشيخ البجرمي، ناظرا يا ناظرا فيما عمدت لجمعه أعذر فإن أخا البصيرة يعذر. ده تلميذ الشيخ البجرمي، بيقول إيه اللي هو اسمه عثمان ابن العلامة الشيخ سليمان السويفي الشافعي، وهو من أخلص أي أقرب تلامذة المؤلف اللي هو الشيخ البجرمي
القائل يا ناظرا، وهو القائل ده اللي هو مين؟ اللي هو الشيخ عثمان بن العلامة الشيخ سليمان السويفي. يا ناظرا فيما عمدت لجمعه، لو نظرت في الشيء اللي أنا تعمدت أن أنا أجمعه، عمدت أي قصدت إلى جمعه، أعذر فإن أخ البصيرة يعذر. اللي عنده بصيرة بيعذر، لما تلاقي خطأ تعذر لأنه مش معصوم. وبعد فيقول العبد الفقير منكسر الخاطر لقلة العمل والتقوى: عثمان بن العلامة الشيخ سليمان السويفي الشافعي وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل، إني اطلعت على شرح الخطيب على أبي شجاع بخط شيخنا العلامة الشيخ سليمان البجرمي، فرأيت عليه حواشي رقيقة ونكات دقيقة وتحريرات شريفة مما نقله من الحواشي المعتمدة وتلقاه عن أشياخه الفضلاء. ثم إن شيخنا المذكور وكثيرا من الإخوان المخلصين والأعزة المصلحين طلبوا مني تجريد ذلك ليكون حاشية مستقلة فيعم بها الانتفاع لما رأوا مني من الإخلاص في العمل والاشتغال بالعلم مع الانقطاع، فأجبتهم إلى ذلك قاصدا به الأجر والثواب وليكون ذخيرة لي ولشيخنا المذكور يوم المآب، وسميتها تحفة الحبيب على شرح الخطيب. وقد كنت جردت له قبل ذلك ما على نسخة المنهج وزدته كثيرا من الحواشي فتلقاه الناس بالقبول، جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ الخطيب الشيخ البجرمي ابتدأ بالبسملة، هنا بسم الله الرحمن الرحيم بين قوسين اللي هي موجودة في المتن أساسا، خلاص. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز، ولما نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب ببسم الله الرحمن الرحيم الدال له خبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب. يبقى ابتدأ بالبسملة الشيخ، أولا بسملة الماتن الشيخ أبو شجاع، وفي بسملة أيضا الشارح الشيخ الخطيب الشربين، بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز اللي هو القرآن الكريم، ولما نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى، علماء الملل الأخرى يعني، افتتح كل كتاب ببسم الله الرحمن الرحيم الدال له خبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب، ولا ينافيه خصوصية نبينا وأمته بها، إذ المختص اللفظ العربي بهذا الترتيب. وأما ما في النمل عن سليمان فهو ترجمة عما في كتابه لبلقيس إذ لم يكن عربيا، وإن كان كل كتاب نزل من السماء عربيا لكن عبر كل نبي عن كتابه بلسان قومه، ولا ينفيه أمره عليه الصلاة والسلام بكتب باسمك اللهم إلى نزول بسم الله الرحمن الرحيم إلى نزول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس هات أصبر عشان الكلام ده كله هنقوله تاني نشرح. فأمر بكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى نزول قول إلى نزول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فأمر بكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى نزول آية النمل، فأمر بكتبها بتمامها، فإنه يقتضي عدم افتتاح القرآن بها لاحتمال عدم علمه بافتتاح القرآن بها قبل الأمر بذلك، لكنه بعيد، إذ كيف يتأخر علمه إلى نزول آية النمل،
وقد يقال لا بعد فيه لاحتمال عدم علمه بذلك حال نزول ما قبل الفاتحة، بل علم بذلك عند ترتيب القرآن. ولين فيه أيضا أن معاني الكتب مجموعة في القرآن ومعانيه في الفاتحة ومعانيها في البسملة، فإن هذا يقتضي اختصاص القرآن بها، لأن المختص اللفظ العربي على هذا الترتيب كما مر. فظهر أن قولهم اقتداء بالكتاب العزيز للاقتصار على الأشرف أو لجمعه لها أو نسخه إياها، انتهى حاشية المدبغي. وفي قوله اقتداء بالكتب السماوية نظر، ناخذ حتة وبعدين نشرح حتة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إلى آخره، أي بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز. ولما نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب ببسم الله الرحمن الرحيم الدال له، إن أبو بكر التونسي أو التونسي ده تتبع الملل الأخرى فوجد، سألهم قالوا نعم، إن كل كتاب عندنا افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم بلغته، ماشي. إنه نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب من كتبهم المنزلة عليهم ببسم الله الرحمن الرحيم. الدال له خبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب. لو اشتغلنا بتخريج الأحاديث دي هتبقى مشكلة، ده احنا هناخد بدل 10 سنين يبقى 20 سنة، فمش هنخرج أحاديث دلوقتي إلا يعني إذا اضطررنا لذلك. ولا ينفيه خصوصية نبينا وأمته بها، إن هذه الفاتحة خاصة بالأمة ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، إذ المختص اللفظ العربي بهذا الترتيب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما في النمل عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو ترجمة عما في كتابه لبلقيس، ده ترجمة عن كتاب سيدنا سليمان لأنه كان كتبه بلغة عصره، بلغة قومه، إذ لم يكن عربيا، كتاب نزل من السماء عربيا، لكن عبر كل نبي عن كتابه بلسان قومه، واضح؟ ولذلك قالوا الإنجيل بأي لغة كتب؟ هل بأي لغة كتب في الأول؟ ما حدش يعرف، مختلف في الإنجيل بما كتب، هل كتب باليونانية أم بالعبرانية أم بأي لغة؟ مش عارفين. ولا ينفيه أمره عليه الصلاة والسلام بكتب باسمك اللهم، كان قبل إلى نزول بسم الله مجراها ومرساها، عايزين يجعلوا ترتيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أولا باسمك اللهم، وذكرها في صلح الحديبية، بس في صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب الإمام علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال وما الرحمن الرحيم؟ قال سهيل بن عمرو وما الرحمن الرحيم؟ لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فقال امحوها، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم الإمام علي امحوها واكتب باسمك الله، فمحاه. وأتت بقى المرحلة الثانية، هذا من محمد بن عبد الله، هذا ما بين محمد بن عبد الله رسول الله، قال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، امحوها. فقال الإمام علي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام علي أن يمحوها، خلاص. فقال لا والذي نفسي بيده ما أمحوها قط. فقال دلني على مكانها، وما محاها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم كما ورد في روايات في ذلك. فأول قال لك أول حاجة كان بيكتب بيقول صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، خلاص. وإن فيه أمره عليه الصلاة والسلام بكتب باسمك اللهم أولا إلى نزول بسم الله مجريها ومرساها، فكان يقول بسم الله، خلاص. فأمر بكتب بسم الله إلى نزول قوله تعالى ادعوا الله وادعوا الرحمن، فأمر بكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه يريد أن يقول في ترقي أو ترتيب زمني للكتابات، باسمك اللهم أولا ثم بعد كده بسم الله ثم بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم إلى نزول آية النمل، فأمر بكتبها بتمامها، فإنه يقتضي
نزول آية النملة هي إيه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فأمر بكتبها بتمامها، فإنه يقتضي عدم افتتاح القرآن بها لاحتمال عدم علمه بافتتاح القرآن بها. لا مانع أن يكون ذلك أولا أنه لم يعلم أن القرآن مفتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم أو بالفاتحة، وإنما قد تكون نزلت الفاتحة بعد نزول آيات أخرى، ها اقرأ باسم ربك أول ما نزل خلاص ما كانش فيها بسم الله الرحمن الرحيم خلاص، واستمر إلى جت باسمك اللهم بعد بسم الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم على ترتيب ما قال الشيخ. فإنه يقتضي عدم افتتاح القرآن بها لاحتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم بافتتاح القرآن بها، قيل قبل الأمر بذلك لكنه بعيد، إذ كيف يتأخر علمه إلى نزول آية النمل، وقد يقال لا بعد فيه لاحتمال عدم علمه بذلك حال نزول ما قبل الفاتحة، إن قبل ما تنزل الفاتحة ما كانش عنده علم صلى الله عليه وسلم بأن البسملة موجودة ماشي، بل علم بذلك عند ترتيب القرآن أو عند نزول الفاتحة نفسها ماشي. ولا ينفيه أيضا أن معاني الكتب مجموعة في القرآن، معاني الكتب السماوية كلها مجموعة في القرآن، ومعانيه في الفاتحة، جمعت معاني القرآن في الفاتحة ومعانيها في البسملة. وقيل أيضا معنى البسملة في الباء، وهي نقطة الاستمداد مش اللي تحت، لا اللي أول ما تحط القلم عشان تكتب الباء فدي الباء، فقل المعاني كلها موجودة في إيه، في الأول ما تحط النقطة دي. فإن هذا يقتضي اختصاص القرآن بها أي بالفاتح بالبسملة، لأن المختص اللفظ العربي على هذا الترتيب كما مر، إن المختص اللفظ العربي فقط، فظهر أن قولهم اقتداء بالكتاب العزيز للاقتصار على الأشرف. إنه إيه بيقول إيه اقتداء بالكتاب العزيز، الحمد لله الذي نشر. طيب، فظهر أن قولهم اقتداء بالكتاب العزيز في استفتاح اقتداء بالكتاب العزيز للاقتصار على الأشرف، ها وأيضا اللغة العربية أنه خاص باللغة العربية أو لجمعه، اقتصارا للاقتصار على الأشرف، أشرف الكتب القرآن، الكتب السماوية بيتكلم عن كلمة كتب أو كتب السماوية، فأشرف كتب السماوية القرآن، أو لجمعه لها أي جمع إن القرآن جمع كتب السماوية، أو نسخه إياها أي نسخ الكتب السماوية انتهى من حاشية المدابغي. وفي قوله اقتداء بالكتب السماوية نظر، لأنه يقتضي أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو قول ضعيف في مذهبنا، والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره ماشي. دي القاعدة، القاعدة دي موجودة في حاشية البجوري على طول، أنا البجوري أنا قرأته أصله كتير. ها إيه الراجح في شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن وفق شرعا، طب معنى كده هنرميه؟ لا، هو على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاحتجاج، شرع من قبلنا إن وفق شرعنا يبقى نستأنس به، وإن خلف شرعنا فلا نستأنس به حتى خلاص، لأنه يقتضي. طيب، وفي قوله اقتداء بالكتب السماوية نظر، هقتدي بالكتب السماوية؟ لا، مش هنقتدي، لأن الاقتداء غير الاستئناس، الاقتداء إن أنا أتخذه هو أساس، والاستئناس إن أنا أتخذه تابع ومرشد فقط، لأنه يقتضي أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو قول ضعيف في مذهبنا، إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن وفق شرعنا، دي القاعدة كده، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن وفق شرعنا. طب يعني ممكن نعمل إيه؟ نستأنس به ولا نتخذه كدليل أصلي، كدليل أصلي. والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره. قوله الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام
وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام، ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام، وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأمام أحمده. ونحن نقف عند كلمة الحمد لله، ونقرأ بعد كده المرة القادمة نبتدئ من عند الحمدلة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.